فعلا رويدة، مش مهم صوتك حلو أو لا، مش مهم حضورك وشخصيتك حلوة أو لا، لكن التنمر طال الجميع، لكن يقعد أنه في حد أكثر من حد، يعني أزيد من حد بشوية. صحيح محمد، والنسبة الأكبر طبعا للتنمر والانتقادات كانت من نصيب البنات اللي شاركوا في برنامج ليبيا ستار. خلينا نطلع نشوفوا مع بعضنا أنا وياك محمد والمشاهدين شن صار مع مشتركات ليبيا ستار. التقرير وراجعين، خليكم معنا. عدد محدود جدا من العنصر النسائي قدر انه يشارك في برنامج ليبيا ستار، رغم ان عدد كبير منهم ارسلوا طلبات المشاركه في البرنامج، لكن بسبب الاهل والمجتمع مع الاسف لم تقبل مشاركتهم الاوليه في البرنامج. وطبعا فريق الاعداد اتصل بيهم وتظهر الاشكاليات مع الاهل اللي رافضين اساسا ظهورهم في برنامج مواهب. موجه خاصه من النقد والتنمر تعرضت لها مشتركات ليبيا ستار، يلي في كل حلقة يكون الفيديو الأعلى نسبة مشاهدة، ومش مهم الصوت حلو أو لا، فإن موجة الشتم تتواصل وتطال الأهل والولي حتى. ونعتذروا ما نقدروش نعرضوا لكم نماذج من هالتعليقات لمحتواها السيء جدا واللي ما يليقش بالشاشة. صفاء سعيد، إسراء الشطي، وداد مفتاح، صالحة موسى، وابتسام الفرجاني، هادو كلهم شملتهم موجة كبيرة من التعليقات السلبية. لكن الوضع كان مختلف نسبياً مع ابتسام يلي اتصلت بإدارة البرنامج مباشرة بسبب مشاكل كبيرة تعرضت لها مع عائلتها، ووصلت لحد التهديد بالقتل. وتفهم فريق العمل الإشكالية وقام بحذف فيديو مشاركتها من صفحة البرنامج. رويدة، أنا مش حابب نعلق على الموضوع ولا أنت راح تعلق على الموضوع، هذا فعلا معاش خلونا ما نقوله، لكن خلونا نمشوا مشاهدينا الكرام نشوفوا هالتقرير يلي فيه بعض المشاركين في البرنامج طلبوا طلب غريب جدا. ما نشوفوا هالتقرير علاش غريب، يعني نبي نعرفه في هالتقرير رويدة. خلينا نشوفه. ثانية غريبة جدا بعض الشيء من الإشكاليات اللي واجهت فريق عمل ليبيا ستار. عدد من المشتركين ولعدة أسباب مختلفة راسلوا صفحة ليبيا ستار وطلبوا منها طلب غريب جدا، وهو عدم مشاركتهم في البرنامج. مفتاح إبراهيم مشترك في الحلقة الثانية راسل البرنامج وطلب عدم عرض مشاركته، وقال إن لما جاي ويشترك في البرنامج معلم به حد، وإن أبوه لما سمع رفض شديد ظهوره في البرنامج. وبسبب طبعاً التعليقات طلب بعض المشتركين حذف فيديوهاتهم من الصفحة. وفي من قال إن بعد مشاركته في البرنامج قرر إنه يلتزم وطلب من البرنامج عدم عرض مشاركته. طبعاً هلبة تعليقات ورسائل وصلت للبرنامج بعد موجة التنمر يلي شافوها في التعليقات، وولوا المشتركين متخوفين من ظهورهم في البرنامج، ورغم توقيعهم على عقود قبل وقوفهم أمام لجنة التحكيم وأعطائهم ما لا يقل عن الشهرين من تاريخ قبولهم في مرحلة تجربة الأداء، إلا إنهم مع الأسف طلبوا من البرنامج حذف مشاركتهم. بس عرفت على شغل، يعني برنامج قاعد ينعرض، برنامج قاعد على الهواء، يعني ينزل الناس في التلفزيون. تو فهمت على غريب. يعني محمد انت تعبي تخش بكامل ارادتك وتعبي استماره المشاركه ويوصل انك انت يكلموك وتوقع عقد المشاركه قبل شهرين او ثلاثة شهور من تقديم المنافس، يعني تقديم المشاركه او عرض المشاركه بتاعك، وبعدين يجي في اخر لحظه وتقول المشكله مش في اخر لحظه، يا ريت حتى قبل ما نعرض البرنامج راهو فيها في مونتاج ممكن يعني فيها كيف يعني، لكن البرنامج قاعد ينعرض.
البرنامج قاعد ينزل الناس على التلفزيون زي ما ذكرت، وانت تطلب انك انت تنسحب من البرنامج. يا سيدي اوكي تمام، انت مش عاجباتك مشاركتك في البرنامج، تقدر تقول اوكي تمام فوتوني لكن انا ما اديتش كويس، تعترف بنفسك، وممكن فيه لجنه وفي مدربين ممكن هم يساعدوكم في المستقبل، لكن في نفس الوقت ما تعادينيش رويده. يعني في بعض حتى من المشتركين يا ريتهم طلبوا من الـ من الـ من الكاست باسلوب كويس، في باسلوب ماهوش لايق نهائيا، وبالاخص انكم في المستقبل راح تكونوا فنانين والفن اخلاق، وانت تعرفي الشيء هذا رويدة. بس هو انا مش دفاع عن محمد على البرنامج او شيء، بس انا حابه نفهم نقطه او يا ريت يعني نشاركوا فيها انا وياك محمد. هو انت بالاساس لما طلعت من حوشكم وماشي بتشترك، المفروض انه يكون عند يعني اهلك عندهم علم انك انت ماشي بتشترك في برنامج وراح ينعرض على التلفزيون، لان هم هيك ولا هيك كانوا حيعرفوا حيعلموا بمشاركتك فعلا. ولكن فريق الاعداد محمد او يعني كل المسؤولين على برنامج ليبيا ستار هم ما لهمش علاقه ان هم يقعدوا يحلوا في مشاكل شخصيه للمشتركين، وما لهمش علاقه ان هم يقعدوا يتحملوا في مشاكل شخصيه للمشتركين. هي من البداية المفروض أنك أنت قادر تتحمل مسؤوليتك ومسؤولية مشاركتك ومسؤولية نفسك. أوكي مش قادر فبلاش أنك أنت تشارك من البداية. خليني فاهمك نقطة بس محمد. محمد لو كان يعني فريق الإعداد للبرنامج كان حابب أنه هو يكبر المواضيع ويكبر المشاكل، كان ممكن أي مشترك يعني مشارك. إيه يعترض على مشاركته أو شيء، كان ممكن يحال أمره للقضاء، لأن هذا عقد موثق في القضاء يعني. إيه العالمي يعني في القانوني جدا 100%، وكان حتى يمنعوهم من مشاركة في أي برنامج تاني أو من ظهور حتى على السوشيال ميديا. ولكن فريق أعدادنا الأخلاق فعلاً نعم فعلاً كانت متسامحة جدا. حابة أني أنا بس نوجه شكر خاص لكل الناس المسؤولة على البرنامج، إن بجد من الكادر يعني من المخرج إلى أصغر يعني موظف في هذا البرنامج تعبوا عليه وتحملوا هلبة وتعبوا يعني بجد، قاسوا كانت معاناة أنا عن نفسي شفتها وأنت محمد شفتها على أرض الواقع. فحب نشكرهم يعطيهم الصحة إن شاء الله، وإن شاء الله مزيدا من التقدم والنجاح، ونتمنى نحن يعني في المستقبل نتجاوزوها الأشياء هذه، لأن فعلا البرنامج هذا مديرينا ليكم، البرنامج هذا باش توصلوا أصواتكم، البرنامج هذا باش أنكم تقدموا فيه مواهبكم للناس. فنتمنى أن احنا دائما نكونوا متساعدين مع بعضنا ومن غير مشاكل.